منذ وجود البشر على سطح الكرة الأرضية ظهرت العديد من الحضارات الإنسانية وشكلت جماعها مخزوناً تاريخياً وثقافياً وعلمياً ومعرفياً أثر في الحضارات التي أتت بعدها، كما ساهمت هذه الحضارات في بناء التاريخ ورسم ملامحه التي تحولت إلى ثروة تاريخية ما زالت معظم ملامحها موجودة حتى هذا اليوم. إن الحضارات تتلاقح مع بعضها البعض وتزيد من بعضها البعض، بل أكاد أن أقول أن الذي يجمع الناس ليس هو الدين الواحد ولا المذهب الواحد ولا المذهب السياسي الواحد، إنما هو شيء واحد يجمع الناس جميعا، الحضارة. فهو الثقافات تنتقل من مكان لآخر وتسمو بهذا الانتقال، ولكي تسمو الثقافات يجب أن تنتقل من خلفية ثقافية معينة إلى خلفية ثقافية أخرى وتكتسب هذا النضج. حضارات بتدي لبعض، كانت الحضارة المصرية القديمة ادت ديفينتلي للاغريق، الاغريق ادوا للرومان، وده واحد اكتر فلسفه والتاني عملي، الرومان دخلوه عملي، بعدين الرومان تحولوا للبيزنطه. الفكره كلها ان هم كانوا بياخدوا البعض وياخد الفكره ويروح يكون ويحطها في تكوين اخر في بلد اخر في مناخ اخر، بيبقى حاجه حضاره تانيه. حوار الحضارات هو القدرة على التكيف بين الشعوب المختلفة بما تحمله جميع الأطراف من أفكار مخالفة، والقدرة على التعامل مع جميع الأفكار والآراء السياسية والدينية والثقافية، ويكون الهدف من هذا الحوار التواصل والتفاعل الحضري بين الشعوب. شيء جميل أن يحدث تواصل بين الشعوب بعضها البعض، والفكرة ده هي أن الشيء العجيب أن الإسكندر الأكبر توصل إليها 331 بعد قبل الميلاد، هنا كان يأمر ب10,000 زيجة كل يوم على شرط أن تكون من الشعوب المفتوحة بعضها البعض، يعني مصري يتزوج يونانية، يوناني يتزوج فارسية. والإسكندر نفسه أعطى المثل في هذا حين تزوج ابنة ملك الفرس، وكان يهدف من وراء هذا الأسرة البشرية الواحدة. يقول ابن خلدون إن المجتمعات المختلفة ظلت في حاجة إلى التواصل رغم وجودها وتشكلها. هذه المجتمعات أول ما لجأت إليه الاتصال مع المحيط الجغرافي المجاور، ثم ابتكرت وسائل أخرى للتواصل وواظبت على تحسينها وتطويرها. حينما الإسلام دخل مع العرب من الجزيرة إلى افريقيا في مصر وطلع الى شمال افريقيا وعد دخل اسبانيا، فطبق في اسبانيا السيستم بتاع الري اجريجيشن اللي كان موجود في سوريا، طبقوه في اسبانيا لانه كانوش يعرفوا. ويشهد العالم اليوم ثورة في تكنولوجيا الاتصالات جعلت منه قرية صغيرة، هي قربت العالم الى يعني بعضه البعض. يعني يكفي ان نعلم ان من 200 فاتت كان عشان تبلغي رسالة لقريب لك في أمريكا عاوزة 6 أشهر، ما كانش فيه غير البواخر. أضيف إلى هذا أن الرغب في المعرفة تحت إيديه، العالم كله تحت إيديه. لكن البعض يرى أن ثورة الاتصالات لم تساهم في التبادل الثقافي والحضاري، إنما أصبحت شكل آخر من أشكال الغزو والهيمنة. فكيف لشعوب أصبحت تسير ضمن نظام ثقافي موحد أن تتفاعل مع بعضها، ويرى البعض إنه عيب العولمة الذي أعطى الطرف القوي الحق في السيطرة على الآخر وإلغاء ثقافته. انتقال الثقافات احنا متفقين انه مهم قوي، ولكن السوشيال ميديا والتلفزيون والأفلام أنا لا أعتقد فيها بصراحة. ليه؟ لأنها بتبقى مترتبة ومتوضبة لهدف ما. أنا ما يهمنيش قوي الهدف ما دعوت، لكن يهمني انتقال الأشخاص وبالذات الشباب، يهمني جدا إن هو ينتقل ويعيش في العالم الحديث دلوقتي. أنا باخد فعلا عندي اختلاط مع الحضارات اللي هي بقت more scientific،
اللي هي حضارات زي امريكا واوروبا والنهارده الصين. ها بس انا ما بختلطش بحضاره الصين، باخد ميد ان تشاينا بس. بس للاسف دلوقتي بقى عشان نقارنها بالحديث ما بنباسيش لبعض العلم، بنباسي لبعض نتائج العلم. يعني انا ما بخش من اي جهاز الكتروني اتصنع وجالي علمه اتعمل ازاي، باخد البرودكت وانا بفتكر ان بكده انا معاه، انا مش معاه ابدا، ده انا باخد هو بيستفاد مني. لا يمكن ان يبدا شعب من الشعوب مسيره الانسانيه دون ان يلتفت الى الماضي ويتعظ منه ويستفيد مما لدى الامم والحضارات الاخرى من معارف فيحمل الشعلة ويكمل الضرب. لذلك كان واجب علينا تجاه الأجيال القادمة حماية التراث الإنساني الذي خلفته حضارات الماضي مما يواجهه من سرقة ونهب وتخريب متعمد، وذلك من أجل الحفاظ على عملية التطور الإنساني وبزوغ حضارات جديدة تساهم في ارتقاء الإنسانية.